طبقت وزارة التجارة والصناعة قرارها الذي حددت فيه مواعيد مزادات الأسماك يوميا في سوق شرق وسوق الكوت لتكون مزادات الأسماك المحلية بعد صلاة العصر، فيما يعقد مزاد الأسماك المستوردة بعد صلاة العشاء. وقد أدى التطبيق في يومه الأول اليوم إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الأسماك من خلال مزاد تم بحضور فريق من وزارة التجارة. كاميرا الراية رافقت الفريق خلال المزاد والذي عقب جولة تفتيشية على العاملين في السوق. التفاصيل في التقرير التالي. بدأت وزارة التجارة والصناعة تطبيق تقسيم مزاد الأسماك في سوق شرق بين المواطنين والمقيمين على الرغم من رفض الصيادين. وكيل وزارة التجارة المساعد لحماية المستهلك والرقابة التجارية عيد الرشيدي قال إن حضور المزاد يهدف إلى ضبط أسعار الأسماك المحلية. سوينا خطة محكمة اليوم لضبط مزاد الأسماك خصوصا مع موسم بعض الأسماك اللي هو الميد والربيان مع بداية الموسم. طبعا فضل الله اليوم طبعا الخطة كان فيها طوارئ الجبرة وطوارئ الصديق وطوارئ الكوت كانوا كلهم متواجدين وإدارات الرقابة التجارية كلهم مفتشين متواجدين. فالخطة اليوم صارت على مراحل. أول شيء سكرنا مثل عملنا مثل البوابات، أن البوابات هذه المصرح لهم بالدخول المواطنين والمصرح لهم بالدخول أصحاب البسطات أصحاب المطاعم أصحاب الشركات اللي طبعا غير اللي ما يكون يعني مزايد وهمي ما يكون مزايد أو غير قانوني مثل اللي يشترون برا يعني يخزنون بشاحنات أو يشترون سياراتهم اللي برا. والحمد لله يعني اليوم بينت الخطة أن حتى الأسعار ممتازة اليوم. اليوم تراوحت الأسعار من 15 إلى 30 دينار لسلة الميت، والربيان الكبار من 60 دينار من بين 60 دينار إلى 23. من جهة ثانية اعتبر الصيادون أن تنظيم الوزارة لم يكن عادلا، حيث أن سلة الميد بيعت بقيم متفاوتة وبشكل لافت بين مزاد الكويتيين ومزاد الشركات والبسطات. الميد النهاردة لو المزاد حر مش هيطلع ب 80، هيطلع ب 25 مساء، بس ما يطلعش ب 11 و 13. بس وصل 80. مش وصل 80 لأن ما فيش في البحر يوميه، لكن ما شاء الله الخير يامي، لكن اللي بيشتري بيقول له ما تزيدش. طب الصياد لما تقول له ما تزيدش وانا مش طالع البحر، قال هنعمل ايه؟ يزيدون في العدل، ما يزيدون بالغلط، يعني ما يصير يقول ازيد ازيد ازيد، سلة 11 دينار، كم مكلفه الصياد؟ كم مكلفه؟ ما يصير حبيبي، ما يصير. المزاد ينفتح لما يوقف، بس 11 كذي سامه واحده يقول بيع، ما يصير. انا باكر ما نزل، بامكاني ما نزل، بس مو كذي، حرام ترى كذي. الحال خله مفتوح، لما توقف سومه، لما توقف سومه. يعني الحين التجاره وقفوا ولا لا؟ التجاره يوقفون كذي، ما يصير. خلي الناس تصيد، يصير يصيدون وايد، يصير الميد رخيص. بس لما يقفون يقول لا زيدون، لا عشان اراضي المواطن، ما يصير، حرام. ياتي ذلك فيما اعتبر عضو الاتحاد الكويتي لصيادي الاسماك عبد العزيز خالد ان ما حصل في سوق شرق مخالف للاتفاق مع وكيل وزاره التجاره، ووصف ما قامت به الوزاره من تقسيم المزاد ما بين الكويتيين والوافدين اجحاف بحق الصيادين.